طيب نروح للمجموعات، وطبعا كان زي ما بقول لك يمكن في بعض التكهنات ان فريق مش عايز فريق، فريق في الادوار يعني احنا خلاص في الدور ال 32 عندنا 8 مجموعات وكل مجموعه 4 فرق. كان مهم جدا جدا نعرف مين هيلاعب مين. نستعرض مع حضراتكم يمكن المجموعات. المجموعه الاولى بتضم مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، لايبسيج، وكلوب بروج. محمد رأيك ايه في المجموعة الأولى طبعا، وترشح مين؟ احنا عارفين احنا بناخد أول وتاني، تقول لنا يعني رأيك في المجموعة الأولى ومين أبرز الفرق المرشحة للصعود؟ طبعا المان سيتي من مرشح طبعا من وجهة نظر المرشح الأول في المجموعة ديت. قد يأتي بعد المان سيتي، احنا معانا المان سيتي ومعانا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان، انا شايف ان المان سيتي ثم باريس سان جيرمان قد ياتي في المرتبه الثانيه في الترشيح. طبعا لايبسيج، طبعا لايبسيج قد يسبب بعض المشاكل للفرقتين، لكن اكيد طبعا من خلال كلوب روج اعتقد هو الفريق الاضعف، لكن طبعا يبقى حظوظ المان سيتي وباريس سان جيرمان الصعود لدور ال 16. يعني المجموعة الثانية هناخدها بتضم المان سيتي واتلتيكو مدريد. بالظبط، نرجع للمجموعة الأولى، اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، وبورتو. رأيك برضو محمد، اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، بورتو، أعتقد مجموعة يعني مش سهلة. بتتكلم على اتلتيكو مدريد حامل اللقب في الليجا، بتتكلم على ليفربول، بتتكلم على الميلان، وطموح الميلان بعد غياب 7 سنين عن التشامبيونز ليج بيدخلوا بامال كبيره جدا جدا مع وجود بورتو، اللي اعتقد بورتو يمكن تكون يعني اضعف الفرق في هذه المجموعه. شايفها ازاي المجموعه الثانيه؟ صحيح، يعني احنا شايف ان اتلتيكو مدريد وليفربول اصحاب الحظوظ الاكبر في تخطي هذه المرحله. اتلتيكو مدريد وليفربول دايما بنشوفهم في الادوار النهائيه في الدور ال 16 والدور الثمانيه في معظم البطولات الاخيره. ميلان زي ما حضرتك قلت طبعا بينافس بقوه، ويعني احنا شفنا على تاريخ في تاريخ الشامبيونز ليج ميلان من اكثر الناس اللي وصلت للنهائيات. صحيح صحيح، على مدار تاريخ البطوله. بورتو فريق واعد، فريق قوي، يعني الفريق احنا شفنا حتى في التصنيف الجديد في للتوب ليجز في العالم تم اختيار الدوري البرتغالي رقم 5 ونزول الدوري الفرنسي، فده بيرجع لقوه الفرق. ما فيش شك بورتو من الفرق القويه على مستوى اوروبا. الميلان زي ما بقول عائد بقوه بعد غياب 7 سنين على الشامبيونز ليج كله طموحات. مجموعه متشابكه شويه، اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، وبورتو. المجموعه الثالثه سبورتنج لشبونه، دورتموند، اياكس، وباشكتاش. دورتموند شفناه في النسخه الماضيه وقبل الماضيه، دورتموند وصل لنصف النهائي، عمل ظهر بشكل رائع جدا بروسيا دورتموند على يعني مع هالاند زي ما كنا بنتكلم من شويه. النسخه اللي قبل النسخه الاخيره وصل ايضا دور الثمانيه وكان بينافس بشكل قوي. دورتموند دايما متواجد في نهائيات بطوله تشامبيونز ليج بشكل كبير. اياكس امستردام وسبورتنج لشبونه فرق قويه، انا اعتقد ان قد يكون اصحاب الحظ او صاحب الحظ الاكبر دورتموند وسبورتنج لشبونه مش اياكس. يعني انت بترشح دورتموند وسبورتنج لشبونه للصعود لدور 16. طيب المجموعه الرابعه فيها مجموعه اعتقد برضو مجموعه مش سهله، انتر ميلان، ريال مدريد، شاختر، والوافد الجديد شريف تراسبول. دي مجموعه تنافس فيها اكيد هيكون ما بين الانتر وريال مدريد، لكن شاختر برضو بيكون عنده بعض المفاجات. شايف المجموعه دي ازاي؟ نفس الكلام، يعني احنا بنتكلم على ريال مدريد رقم واحد، وهو ريال مدريد معروف ان هو من اكثر الانديه اللي حققت لقب الشامبيونز ليج على مدار التاريخ تقريبا 13 مره، فهو المرشح الاول من وجهه نظري. ثم انتر ميلان، انتر ميلان ظهر بشكل قوي جدا، بطل النسخه الاخيره من الدوري الايطالي،
يمتلك عناصر ممتازه بينافس الموسم ده ايضا، فانا اعتقد ريال مدريد وانتر ميلان. طيب المجموعه الخامسه البايرن، برشلونه، بنفيكا، دينامو كييف، وطبعا عوده لمباراه البايرن مع برشلونه. شايف المجموعه الخامسه ازاي ومين المرشح في هذه المجموعه؟ مجموعه قويه طبعا، مرشح بايرن ميونخ وبرشلونه ومره اخرى يعني ده بيدي طابع خاص ويعني نكهه خاصه للبطوله وقوه واثاره ومتعه، كلنا هنكون في انتظار اللقاء دوت، فهم المرشحين للعبور. البايرن وبرشلونه طبعا. بايرن طيب. وبرشلونه. المجموعه السادسه فياريال، مانشستر يونايتد، اتلانتا، ويانج بويز السويسري. طبعا مانشستر يونايتد كتيبه سونشاير فريق قوي جدا، اصلا قد ينافس على البريمير ليج هذا العام، ظهر بشكل قوي جدا. فياريال حقق طبعا على حساب مانشستر يونايتد العام الماضي بطوله الدوري الاوروبي. صحيح. يعني كان في لقاء لسه مخلصان قريب جدا وفياريال كسب مانشستر يونايتد، فالمنافسه طبعا مستمره. انا برشح الاثنين يعني مانشستر يونايتد فياريال. مانشستر يونايتد وفياريال من المجموعه السادسه. المجموعه السابعه ليل، اشبيليا، سالزبورغ، وفولسبورغ الالماني. فولسبورغ الالماني فريق واعد ظاهر بشكل مرتب على الدوري الالماني، هتكلم عليه لاحقا في الحلقه. فولسبورغ فريق ممتاز قوي رائع، وعلى فكره هنكشف النهارده عن لاعب مصري بيلعب في فولسبورغ. انا شايف ان فولسبورغ يعني لسه ما عندوش الخبرات الكبيره في الشامبيونز ليج، فقد ارشح للاشبيلية طبعا بشكل اكبر. طيب طبعا احنا يعني فولسبورغ اكيد لما بنقول فولسبورغ بنتكلم على عمر مرموش، ويمكن اتكلمت معاك يا محمد في حلقات سابقه. دلوقتي فولسبورغ متصدر الدوري الالماني بست نقاط من مباراتين، عمر مرموش يمكن شارك في المباراه اللي فاتت، فلاعب واعد اعتقد يعني من الواجب البص لهذا اللاعب وان احنا ننظر له، لان لعيب بيلعب في البوندسليغا، فريق دلوقتي يتصدر البوندسليغا، من حقه علينا ان احنا نديله فرصه كمان مع منتخبنا بقيادة الكابتن حسام البدري. صحيح، يعني نتمنى الكابتن حسام البدري بص على فولسبورغ، فريق واعد مرتب على في الدوري الالماني، عامل يعني مشوار وظهور رائع الفتره الاخيره. صحيح. عمر مرموش من الاسماء الواعده، يعني انت مش موجود في فريق، لا فريق بينافس على البطوله، فريق قوي من التوب، ولاعب لسه صغير في السن وعنده خبرات، هو بقاله اعتقد دلوقتي رابع موسم في فولسبورغ. صحيح. يعني راح من الشباب وراح اعاره لسان باولي ورجع دلوقتي بيلعب مع فولسبورغ. طب نروح للمجموعه الاخيره اللي تضم تشيلسي، يوفنتوس، زينيت، وماليمو. بلا شك يعني تشيلسي البطل واليوفنتوس، يعني انا عايز اقول برضو معلومه هنا، ان اليوفنتوس هو حقق طبعا بطوله في مشواره مرتين، ولكن اليوفنتوس وصل للنهائيات البطوله بطوله تشامبيونز ليج على مدار التاريخ تقريبا 9 مرات، اخفق في 9 مرات، سوري اخفق في 7 مرات، سبع مرات في البطوله مرتين، ففريق قوي جدا يعني بيتصاعد ويوصل للادوار النهائيه. فطبعا يوفنتوس وتشيلسي هم في الدور 16.